الراديو 90-90 هواها مصري. تابعتي بقى مسلسلات رمضان؟ مش قوي يعني، بحاول لحد كبير. ربع رومي وسك على اخواتك، احكي لي بقى شفتي مين فيهم و... اتفرجت على شويه من ده، اتفرجت على شويه من ده. طبعا لازم اخواتي لازم اشوف لهم شغلهم طبعا. طب قولي لي انت في رمضان في مسلسل تاني بعيد عن الكوميدي شدك؟ ابو عمر المصري كان حلو بتاع استاذ احمد عز. لا بس برضو الوصية كان حلو قوي. كان برضو نسبة كوميديا جامدة. بيقولوا بقى ان سارة ظلمة نفسها كان ممكن تبقى يعني عندها بطولات مطلقة واعمال اكتر، بس سارة انتقائية زيادة عن اللزوم. دي حقيقة؟ لا، هو مش فكرة زيادة عن اللزوم، هو فكرة الـ في حاجة اسمها شغل بتعرض عليا. فانا الشغل بتعرض عليا او اللي تعرض عليا ما انا حسيت ان انا مش قادر اعمله، مش انا يعني فاهمة. فرفضت. حتى لو عمل بطولة مطلقة ممكن ترفضي؟ ما على حسب الورق. انت اهم حاجة عندك الورق. بالظبط. بس دايما يتقال انك بتعرض عليكي حاجات كتيرة وبترفضي اغلبها. لا يعني مش هدعي حاجة، ما بتحصلش، ما بتعرضش عليا كتير، بس اللي اتعرض عليا انا لما جيت قريت يعني في حاجات في النص كده بعد ما حصل اتفاقات، عارفة انت الشغل ساعات ما بيكملش. بالظبط. في حاجات جات لي يعني فيها حته اغراء شويه، انا ما حسيت ان مش هقدر اعمل كده. لا احنا ما نقبلش الا ساره. شفتي اديك قلتي يعني، فانا ما اقدرش اعمل كده يعني، الناس مش هتتقبل ده مني يعني، حتى بالزبط. لو جيت عملته مش هيتقبلوه، فليه احط نفسي في موقف. ودايما الناس تدي عليكي كومنت ان انت بتحبي تلبسي محتشم على قد ما تقدري يعني، عامله لهم لاين معين هم متعودين عليه منك، وهم حطوني فيه خلاص. خلاص مش هتتقبلي منه. لكن انت فكره ان انا اشتغل مجرد للتواجد والانتشار وان انا اعمل نفسي انتشار اكتر، دي مش في دماغك دلوقتي. هو والله يعني انا نفسي فعلا انتشر، وخصوصا ان انا اتحطيت في قالب مش مكاني يعني. انا بدايتي في المسرح او في التمثيل عموما تراجيدي، مش كوميدي خالص. يعني انا عمري ما قلت على نفسي كوميديانة ولا ادعيت ان انا كوميديانة، هي جت كده سبحان الله.